بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة البرمجة باستخدام السي بلس بلس، وكنا توقفنا عند الإيف ستيتمنت واستخدمنا إيف إلس، وعملنا برنامج في آخر المحاضرة اللي فاتت خاص بإن احنا نشوف رقم معين هل هو ايفن ولا اوت. النهاردة برضو عايزين نستخدم إيف إلس في برنامج تاني، البرنامج اللي قدامنا دوا، وزي ما تعودنا في المحاضرات بتاعتنا بنشوف فكرة البرنامج وبعدين هنطبقها على طول عملي في المحاضرة. البرنامج ده بيعمل ايه؟ بيسأل اليوزر زي ما هو عملك في الكومنت كده، بيسأل اليوزر for two number، number اسمه number one و number two. number one is divided by number two، يعني المفروض الرقم الاولاني هيتقسم على الرقم التاني والناتج يتعرض. بس قبل ما يعمل عملية الديفيجن بيسأل النمبر اتنين ده بيعمل له عملية اختبار، لو هو قيمته بزيرو يقول لك ايه، لا مش هينفع ان انا ايه اخده. if it contains zero it division doesn't take place. احنا عايزين نعمل برنامج بسيط جدا بيعمل هذه العملية. هشرح كده البرنامج فكرته وبعد ما نشرحه هننفذه عملي. فاول حاجة فيه بيقولك هاش انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي انت مين، بعدين فتحنا قوس، بعد كده هو بيقولك ايه عندك نام 1 كوما نام 2 كوما كوتنت، اللي هي نام 1 اللي هي العدد الاولاني ونام 2 اللي هو العدد الثاني، والكوتنت اللي هو الخاص بخارج الايه القسم. فكل دول نوعهم ايه؟ نوعهم يا جماعه دبل، تمام. تعال نشوف كده. بعد كده بقول اول حاجه سي اوت انتر ا نمبر، يعني خرج لي عدد وبعدين يقرا هذا العدد من على الكيبورد، وبعدين سي اوت انتر انذر نمبر، بعدين يجي يقرا هذا العدد سي ان نام 2 يقراه من على الكيبورد، بعدين يسال هل النام 2 ده بيساوي 0؟ لو يساوي 0 يدي لك بقى رساله معينه الديفيجن ده ما ينفعش، فهو كاتبها لك في ثلاث سطور مثلا زي ما هنكتب. إلس يقول لك ان احنا نقدر نجيب الكوتنت خارج القسمه بيساوي نام 1 على نام 2 ويطلع لك النتيجه الريزلت بتاعك اللي هو نام 1 ديفايدد باي نام 2 اللي هو عمل لك الناتج اللي هو قسم الاثنين على بعض وخزنه في مخزن اسمه الكوتنت وطلع لك النتيجة بتاعته في هذا الفاريبل. تعال نيجي نكتب بقى مع بعض هذا البرنامج باستخدام الكود بلوكس. تعال نشوف كده اهو. دلوقتي انا فتحت الكود بلوكس قدامي، طبعا الجزئية بتاعت السي اوت هاللور اللي دي هشيلها خالص اهي، وبعدين ابدأ اكتب التلاتة فاريبلز بتوعي دبل، مثلا دبل، وهكتب مثلا نام 1 سميت اسم الفاريبل الاول نام 1 كوما نام 2 كوما مثلا نكتب ريزلت بدل كوتنت نكتب ريزلت الناتج، يعني ناتج القسمه بتاعتي سميته ريزلت، احنا براحتنا طبعا في المسميات بتاعتنا، تمام كده. بعد كده بقول له سي اوت مثلا، نقول له مثلا بليز، نقول له كده بليز انتر مثلا مثلا نمبر 1 نمبر 1، ومن حقي مثلا اعمل باك سلاش ان مثلا على اساس الايه الحاجه اللي جنب تتكتب في سطر جديد نمبر 1، وبعدين ادوس ايه انتر، ما انساش السيمي كولوم. طبعا انا نسيت السيمي كولوم، احنا لما بنيجي نعمل ران كل حاجه بننساها بتبان في الايرور. وبعدين يعمل سي ان بقى اللي هو يقرا العدد الاول انا مسميه نام 1، يبقى يقرا نام 1 وسيمي كولوم ما انساهاش. وبعدين سي اوت برضو نقول له مثلا بليز برضو بنفس الطريقة انتر ذا سكند، سوري انا اسف هو عمل السي اوت في حتة تانية مش مشكلة، هنا باك سلاش ان الجزئية دي بس اهي، معلش ادي هنا نعمل كات نحطها هنا سي اوت كنترول في اهي، بليز انتر ذا سكند نمبر ماشي، وممكن فوق بدل نمبر 1 نعمله فيرست نمبر برضو احسن في الكتاب، يعني كرساله بالنسبه لك اختار رساله تبقى كويسه فيرست نمبر سكند نمبر. طبعا باك سلاش ان هنا جنب بعض، هنا باك سلاش ان بقى برضو نكتب هنا باك سلاش ان وسيمي كولوم ما ننساهاش، وسي ان يقرا بقى العدد التي اللي هو ايه النام التي ماشي، وسيمي كولوم طبعا ما ننساش. بعد كده بنعمل ايه؟ هو كده عمل ايه؟ يبقى كده انا متوقع ان هو هيخرج لي رساله بليز انتر ذا فيرست نمبر،
وبستني منك تكتب العدد الاولاني. وبعدين بعد ما تكتب العدد الاولاني وتدوس انتر، تلاقيه بيقول لك بليز انتر ذا سكند نمبر، ومنتظر منك انك تدخل العدد التاني. بعد كده بقى بقول له ايه، ادخل له بقى عمليه الايف. ايف النام التاني اللي انا هقسم عليه بيساوي زيرو، يبقى يديني بقى رساله سي اوت مثلا، اي رساله بقى توحي، مثلا ممكن نكتب ايرور اختصارا، يعني ايرور هو عايز يعمل البرنامج بهذه الطريقه، وممكن يعمل باك سلاش ان لاي امر بعد كده يبقى في سطر جديد. تمام، مثلا ايرور احنا عايزين نكتب اي حاجه إلس. ها واحد يسال في السي اوت انا عملت اقواس؟ ما عملتش. ليه؟ لانها ستيتمنت واحده اللي خاصه بايه. الالس بقى هنا يعمل ايه بقى؟ في كذا حاجه هيعملهم. اولا هيجي مثلا في الريزلت، انا هعمل حاجه كده بس فيها ايه، غلطه بسيطه. الريزلت بيساوي ايه؟ نام واحد على نام اتنين وسيمي كول، وبعدين يقول لي سي اوت، سوري سي اوت ذا مثلا سي اوت، نحط دبل كوتيشن عشان نعمل رساله، ذا ريزلت اوف ديفايدنج، ونخليه يكتب نام 1. يعني ايه؟ بص بقى نكتب هنا بقى نام 1، يبقى هيكتب العدد الاولاني، وبعدين ايه باي، يبقى نكتبها بين في رساله باي نام ريزلت اوف ديفايدنج نام 1 باي، اهي برضو هنا قسم ده باي النام التاني، انا سبته مش غير دبل كوتيشن عشان يظهر الرقم. ها وبعدين نعمل رساله ايكوال تو ايكوال، يبقى في ايه رساله كلمه ايكوال ايكوال تو ايكوال تو، ها ايكوال تو احطها برضو بين دبل كوتيشن، النتيجه متخزنه في مخزن اسمه ريزلت، يبقى نكتب ريزلت وسيمي كول. تمام كده، يبقى هنا ده هيجي يطلع لي هذه الرساله ذا ريزلت اوف ديفايدنج. خلي بالك الالس فيها حاجتين، لو انت دلوقتي تو ستيتمنتس يبقى لازم نعمل براكتس. انا اسف هي نزلت معايا كده، انا هطلعها فوق شويه معلش، اهي 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 تمام، ادي الريزلت بتاعي بس كده، ادي الريزلت بتاعي. اعمل قوس، وممكن هنا خلي بالك السي اوت ده على نفس الفيرتيكال لاين اعمل القوس التاني. يعني ايه مثلا؟ خلي بالك عشان الاقواس هنا عندك ايه، انت عندك في الالس في قوس، وخلي بالك المين في قوس بدايه وقوس نهايه على نفس خط الفيرتيكال، يعني العمليه عشان تبقى منظمه بالنسبه لنا. تعال بقى نعمل بيلد اند ران للبرنامج. خلاص بليز انتر الفيرست نمبر، فدخلت مثلا الفيرست نمبر 12 انتر، دخلت السكند نمبر 0 قال لي ايرور. اللي انا طلبته منه ان يديني ايرور لو السكند نمبر بكام؟ بزيرو. طب تعالى نعمل حاجه تانية، لو دخلنا يا جماعه الايه الفيرست نمبر برقم والسكند نمبر دخلناه بقى برقم غير الزيرو، نشوف هيعمل لنا القسمه ولا لا. ندخل الفيرست نمبر 12 ماشي، انتر دخلت كام؟ 6 مثلا، المفروض يطلع لي 2، المفروض الريزلت بتاعي اوف ديفايدنج 12 باي 2، المفروض ان انا لما بقسم 12 باي ال 2 هيساوي كام؟ هيساوي لما باجي اقسم 12 باي 6 ايكوال 2. طب انا في حاجه ملاحظها في الشاشه بتاعتي، ايه هي؟ ان انا ملاحظ يا جماعه حاجه، الريزلت بتاع ديفايدنج 12 كلمه 12 شوف لازقه في ديفايدنج، وباي و6 لازقه في باي وايكوال، يبقى نعمل ايه؟ المسافات دي نتحكم فيها في الدبل كوتيشن. احنا بقى برضو ايه مصيرين لك حاجه شكلها مش شيك خالص، يبقى نعمل ايه؟ ديفايدنج دي نسيب مسافه كده خلاص، وكلمه باي نسيب مسافه خلاص، وايكوال تو برضو ما يتلزقش الناتج، يبقى نسيب مسافه هنا، وما بين ايكوال نسيب مسافه كده عشان الارقام الحاجات ما تبقاش ايه لازقه في بعضها، لان هو المسافه بيفهمها في السي اوت بتاعي. تعالى بقى نعمل رن كده ونشوف شكلها منظم ولا لا.
بيلد اند ران، تعال انتر ذا فيرست نمبر، رحت مدخل 12 انتر، دخلت مثلا 6 بعدين انتر، ذا ريزلت، بص بقى ذا ريزلت اوف ديفايدنج 12 باي 6، برضو كلمه 6 ايه لازقه في ايه؟ في باي، فاعمل ايه؟ يبقى بعد باي اعمل ايه؟ مسافه، اروح راجع تاني بانتر، فين بعد باي؟ اه يبقى بعد باي اعمل ايه؟ اعمل مسافه عشان ما يلزقوش في بعض، واعمل بيلد اند ران تاني. اه بليز انتر ذا فيرست نمبر، ادي دخلت 12، دخل السكند نمبر 6، فجيت بصيت كده ذا ريزلت اوف ديفايدنج 12 باي 6 ايكوال تو 2، كده العمليه في مسافه بالنسبه له، يعني في مسافه واضحه جدا موجوده عندك اللي هي ناتج الديفايدنج باي 12 باي 6 اللي هي ايكوال تو 2، واضح جدا في البرنامج كده ان هو العمليه ايه منظمه اكتر. طب تعالى واحد هنا احنا طبعا معرفين انه دبل، يعني لو احنا عملنا علامه عشريه هيقدر ان هو ايه طبعا يفهم مع العلامات العشريه ايضا، تمام كده. طب تعالى بقى نشوف ايه جزء تاني بقى من البروجرام باستخدام السي بلس بلس. يبقى كده احنا عملنا برنامج ان انا لو دخلت له رقم بالزيرو اللي بقسم عليه قيمته بزيرو يطلع لي ايرور، تمام كده. وفي قبل كده عملنا برنامج برضو بايف إلس اللي هو ايه انه يحدد الرقم ده هل هو اود ولا ايفن، تمام. طيب تعالى بقى نستكمل، نكبر بس دي. طيب بيقول لك اكتب لي في اكزامبل if else statement that assign 0 to x when y equal to 10 otherwise it should assign 1 to x. طب دي نعملها بايه ازاي؟ اجيب القلم بتاعي واعملها لك، حاضر مفيش مشكله خالص. بقول هنا دلوقتي write an if that assign 0 to x when y equal to 10، يبقى لا يبقى نكتب الايف بقى، يبقى الكونديشن بتاعي if الايه؟ if الواي بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي if الواي بتساوي العشرة، تمام كده. فبيعمل ايه هو لما باجي اقول له if الواي بتساوي عشرة؟ بقول له ان الاكس بتساوي كام؟ زيرو، وبحط هنا ايه؟ سيمي كولون. إلس يبقى هنعمل عملية الإلس، ها بنعمل ايه؟ otherwise assign الاكس بواحد، يبقى الاكس بتساوي كام؟ واحد. معلش الخط بس اهي، يبقى كده عمل لك هنا لو الواي بتساوي 10 if when الواي بتساوي 10 الاكس هتبقى بكام؟ بزيرو، else الاكس بتاعتنا بتساوي واحد، تمام. تعال نكمل مع بعض. nested if statements، يبقى هناخد الجزئيه بتاعت ايه nested if statements. النستد if يعني ايه؟ كلمه nested if يعني if جواها if، يبقى if statement that is nested inside another if statement. nested if can be used to test more than one condition. تعال نشوف كده شكلها بالفلوت شارت اللي متعودين احنا قلناه قبل كده، ان انا مثلا عندي ايه بيسال سؤال الامبلويد، حاجه اسمها امبلويد بتساوي yes، لو فولس ديسبلاي يو ماست بي امبلويد تو كواليفاي. طيب لو فولس دي، لو نو لو ترو، يبقى عمل دخل جوه كونديشن تاني ريسنت جراد بيساوي واي، وبعدين لو فولس بيعمل حاجه، لو ترو بيعمل حاجه ايه اخرى. المقصد ايه؟ ان هو في الايف الاستيتمنت بتاعها دخل جوه لقى ايه؟ لقى ايف اخرى. تعال بص معايا كده اهو، if employed بيساوي y، راح عامل الاقواس بدايه القوس اهي ونهايه القوس بتاعت الايف، دخل جوه لا if. طالما دخل جوه لا if يبقى ده معناه ايه؟ يعني بتسال مثلا if مثلا employed بتساوي y، تمام، دخل جوه ايضا if recent grade بتساوي y، يعني بيدخل جوه بيسال if ثانيه، ودي تكافئ انك بيسال ان دي تتحقق ودي تتحقق زي عمليه اند كده، تمام. فلازم بس نبقى عارفينها موضوع الايه النستد اف. نيجي بعد كده برضو، يبقى احنا خدنا اف لوحدها اف الس، وبعد كده خدنا نستد اف، دلوقتي عايزين ناخد اف الس اف الس اف، يعني لو كان عندي كونديشنز كتيره قوي بسال عليها، بس هنقولها بعد الفاصل وخليكم معانا. بنستكمل المحاضرة بتاعتنا، وكنا توقفنا عند if else if statement، لو بنسأل على كذا condition،
يعني بنسأل على كذا كونديشن. طب تعالى نشوف هذا الكلام. طبعا بيقول لك الاف الس اف ستيتمنت، انت بتست مجموعه من الكونديشن لحد ما كونديشن يبقى ترو وانفذه. دي طبعا ممكن واحد يقول لي ممكن اعملها بنستد اف الس كذا مره، الاف الس اللي انا خدتها واعمل اف الس وجواها اف الس وجواها اف الس، بس هتبقى مور كومبلكس. فالاسهل او السمبلر اف الس اف الس اف. طبعا ممكن ان احنا نعمل موديلنج لمثالي، مثال كده بسيط اللي هو قدامك اهو في السلايد، بيقول لك اف ات از ريننج، لو الدنيا بتمطر خد الامبريلا، طب لو هو الدنيا هوا شويه اف ات از ويندي تيك اهات خد البرنيطه، ايلس غير كده تيك ا سان جلاس خد الايه النضاره الشمس. فده مثال كده حاجه جمل انجليزيه كده تعبر لك على المعنى اللي عايزين نقوله. بيتكتب ازاي او الفورمات بتاعه باستخدام السي بلس بلس؟ اف بكتب ما بين قوسين هنا الاكسبريشن او الكونديشن بتاعي، لو كونديشن ترو بنفذ الستيتمنت 1، الس اف كونديشن تاني لو ترو انفذ ستيتمنت 2. وطبعا هو كاتب ستيتمنت 1 وايه او بلوك، يعني ممكن يكون ستيتمنت واحده او اكتر من ستيتمنت، لو كانت اكتر من ستيتمنت احط قوس بدايه وقوس نهايه، كذلك الحال بالنسبه لستيتمنت 2، لو جمله واحده ممكن ما احطش بلوكس اللي هو قوس البدايه قوس المجموع، يعني قوس المجموع بتاع البدايه وقوس المجموع بتاع النهايه مش لازم احطه، لكن لو كان اكتر من ستيتمنت لازم احط قوس المجموع عشان يبقوا تابعين للجزئيه بتاعه الايه ال سي اف اللي انت واقف عندها، وهكذا. طبعا لو كانوا ان ستيتمنت مثلا لحد ال سي اف واكسبريشنز بيدي لك ستيتمنت ان، تمام. ده اف ال سي اف. ممكن بقى واحد يحط في الاخر خالص الس وممكن ما يحطش، زي ما قلنا في الايف ممكن تحط ايف من غير الس خالص وممكن تحط ايف وبعديها تحط الس، ونفس الكلام في ايف الس ايف الس ايف، ممكن في الاخر ايه الس ايف وما تحطش الس وممكن تحط الس زي ما انت عايز، زي المثال اللي قدامي اهو بيقولك لو التست سكور اهو انت شايف ايف الس ايف الس ايف الس ايف وفي الاخر الس ينفع. هنا زي مثال ايه اللي هو التست سكور بتاع التقديرات بتاعه الطلبه، انت عارف انت لما تدخل درجه طالب ويجي يقول لك مثلا تقديره كذا، فانت بتقول له تيست سكور، كل بقى ايه يعني هو كاتب تيست سكور اكبر من او يساوي ايه سكور، ليه مش محدد الاي سكور بكام؟ لان في مثلا مكان ياخد الاي من 90%، في مكان تاني ياخد الاي من 85، واخد بالك؟ فهو سايب لك الاي سكور ده الرقم اللي انت هتحطه، فبيقول لك التيست سكور ده لو اكبر من الاي سكور افتراض مثلا 90 يبقى يقول لك يور جريد از ايه، ال سي في التيست سكور اكبر من او يساوي البي افرض ان البي سكور 80 خلاص يبقى سي اوت يور جريد از بي، ال سي اف لو التيست سكور بتاعتك اعلى من قيمه السي سكور اللي احنا هنحددها مثلا لو سيخ السي سكور 65% او 65 يبقى يور جريد سي اوت يور جريد از سي، وهكذا. ال سي اف اعلى من الدي يبقى يور جريد از دي، خرج من دول كلهم يور جريد از اف، انك انت جايب كام؟ جايب اف فور ايه فور اكزامبل. تعالى برضو هنا برضو مثال، ممكن ان انت بقى في ايه في 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 الس تدخل ايه بدل ما هو في الاكزامبل اللي فات دخل الس الاخيره يور جريد از اف، هنا عمل مثال مشابه بس عمل الس الاخيره لو لاحظت انفاليد تيست سكور. ليه؟ افرض واحد دخل رقم بالنيجاتيف واخد بالك، فانا عايز اخلي النيجاتيف معايا في اللعبه او دخل حاجه مش مظبوطه يبقى يقول لي انفاليد تيست سكور، تمام، او دخل رقم اعلى من ال 100% معايا، فعايز في يبقى في الالس يطلع لي رساله ان ده انفاليد تيست سكور مثلا، تمام. طبعا كل الحاجات دي هنشوفها من خلال اكزامبل، وهنعمل برنامج فعلي قدامنا بالكود بلوكس، هنشوف برنامج باستخدام اف الس ونشوف الاكزامبل ده ممكن ننفذه دلوقتي حالا. بيقول لك ايه الاكزامبل؟ ان انا عندي تشارت معينه مبيعات معينه حاطط لي حاططها لي في صوره جدول، لو المبيعات بتاعتك وصلت ل 10,000 جنيه، يعني انت مثلا واحد زبون جه اشترى منك سلع، السلع دي تكلفت مجموعه تكلفتها 10,000 جنيه، فتعمل له خصم كام؟ 10%. لو زادت عن 10,000 جنيه ل 15,000 جنيه هعمل لك خصم 15%. اكتر من 15,000 جنيه، يعني انت اشتريت مني حاجات باكتر من 15,000 جنيه هعمل لك خصم 20%. عايز ده بقى واحد جبته مبرمج بالسي بلس بلس قلت له اعمل لي البرنامج ده. يعمله ازاي؟ طب تعالى نعمله، ده بسيط جدا بس نقوله تاني بس عشان هننفذه دايركت. انت
زبون، رحت محل بتشتري حاجات من المحل ده. الحاجات دي لو انت دفعت، يعني المحل عامل لك عرض اهو بيقول لك لو انت اشتريت مني حاجات لحد 10,000 جنيه هعمل لك خصم 10% على الحاجات دي. يعني اي حاجة اقل من 10,000 جنيه هعمل لك، يعني كده كده انت ايه ضامن الخصم لحد 10,000 ايه جنيه. هو عاملها دولار، يعني هو عاملها هنا دولار ماشي. لو من 10,000 دولار ل 15,000 دولار، نقول جنيه بقى مش مشكلة، احنا عشان احنا في مصر نقول جنيه، يبقى كام؟ هعمل لك خصم 15%. يعني انت اشتريت مني ب 12,000، يبقى هعمل لك خصم كام؟ 15%. لو اكتر من 15,000، يعني اشتريت مني حاجات ب 18,000 او 20,000 جنيه، هعمل لك خصم عليهم 20%. تعال نكتب البرنامج ده، تعال نكتبه مع بعض باستخدام مين؟ الكود بلوك. او انا قدامي الكود بلوك على طول، هكتب فيه، هعرف دبل مثلا، نوع دبل، نكتب صح بقى، دبل مسافة المبيعات اسميها سيلز، كأن مثلا المبيعات اللي انت اشتريتها، واللي مثلا اللي هتدفعه بقى بيمنت اسميه بيمنت ماشي. يبقى انا محتاج تو فاريبل اهو، سميت واحدة سيلز وثانية بيمنت. بتقول له سي اوت الرسالة بتاعتك، انا اسف، سي اوت، طلع رسالة بقى مثلا بليز انتر، ذا سيلز المبيعات، سيلز انا اسف، سيلز اوف ذا فيرست مثلا كاستمر، الزبون الاولاني، او ذا كاستمر على طول عشان احنا هنعملها لكاستمر معين، او ذا يوزر ماشي. وبعدين نعمل له باك سلاش ان، بعد كده يقول له سي ان، ايه رايه بقى السيلز هيجي يشوف بعديها على طول بقى ايه هيعمل المعادله بتاعته على طول، ولا هيعمل اف؟ لازم يسال بقى اف، خلي بالك السيلز اقل من او يساوي العشر تلاف، هيعمل ايه بقى يا جماعه؟ هيعمل البيمنت هيبقى بكام؟ هيعمل له خصم 10%. يبقى بدل ما يدفع السيلز كلها هيدفع ايه؟ بوينت 9 من السيلز، يبقى بوينت 9 في السيلز سيمي كول بس كده، ويظهر رساله يبقى سي اوت. بس هتوقف بقى لما اكتب سي اوت، سي اوت ها؟ ذا بيمنت، يور بيمنت مثلا، يور بيمنت is، ها يروح مطلع ايه البيمنت دي اللي طالعه من عندي تمام. طب دول جملتين تبع اف، يبقى ينفع ما احطش اقواس مجموع؟ لا ما ينفعش، يبقى لازم احط قوس المجموع. ادي قوس البدايه، سوري انا اسف، قوس البداية، سوري قوس البداية اهي، قوس النهاية. هو طبعا حاطط قوس النهاية على طول، معلش ماشي. وادي كده اقفل القوس بتاعي بس. بعد كده نفس الكلام في اف تانية بقى، إلس اف، في كونديشن تاني، يبقى نكتب الكونديشن التاني إلس اف. ها ايه الكونديشن التاني عندك؟ ها نشوف كده، ان السيلز مال اكبر من العشر تلاف، وي اند، يبقى عملية الاند بقى بتاعتي اند ماشي، اند ايه السيلز مالها اقل من او يساوي الخمستاشر الف. هيعمل نفس العملية دي، ما ممكن اعمل كوبي بيست اهي، اعمل لها كوبي عشان بدل كوبي بيست اهي، وخلي بدل بوينت 9 خليها بوينت 85 اختصار تمام كده. طب وفي واحده بقى بعد كده اللي هي إلس ايه؟ إلس اللي بعد منها اللي هي ايه بقى؟ إلس إيف، إلس إيف، حط الكونديشن
ان السيلز اكبر من مين؟ من 15,000. السيلز اكبر من او تساوي ال 15، لا اكبر من بقى، لان ال 15 ساوت قبل كده 15,000. هيعمل ايه؟ البيمنت بكام؟ هيعمل لك خصم 20%. يبقى هناخد دي كابي، ناخدها بالقوس بتاعها، ادي كابي كوبي بيست، هنخليها كام يا جماعة؟ بوينت كام؟ 8. يبقى بوينت 8 في السيلز بتاعتنا. طيب هنا اللي عامله انا ايلس اف. واحد يقول لي ممكن الايلس الاخيره نعملها ايلس، ينفع، بس خلي بالك انا عايز اخلي البرنامج بتاعي جميل جدا. يعني يعني عايز اعمل كونديشن، افرض واحد دخل المبيعات بالنيجاتيف، ما ينفعش انت داخل تشتري معقول حاجه بالنيجاتيف؟ فممكن نعمل ايلس ان لو الحاجه غير كده يديني ايرور، بس بشرط ان اف الاولانيه لازم السيلز اقل من 10,000. طب ما هو ممكن ياخد السيلز بالنيجاتيف، فاعمل عليه ايه؟ بدل ما هو كونديشن واحد اخليه ان السيلز مالها؟ السيلز تبقى اكبر من الصفر، اند الحاجة التانية اللي انت كاتبها زي ما هي كده، السيلز اقل من 10,000. يعني لازم يدخل كده. فدي ممكن تكتب بقى ايلس هنا ان سي اوت ايرور. هنا ممكن نكتب سي اوت. الناس وضحت انا عملت ايه؟ هنا سي اوت مثلا يديني ايه؟ ايرور، وباك سلاش ان مثلا اها، وسيمي كولوم ما انساهاش. تعال بص معايا، في هقول لك انا عملت ايه دلوقتي. ان سيادتك حضرتك دلوقتي لما جينا كتبنا البرنامج بتاعنا بس كده، عملت اول واحده السيلز اكبر من الزيرو، لان افرض ان السيلز اللي هتدخلها انت كده كده هتدخلها اكبر من الزيرو. طب افرض انك دخلت واحد قال لك بالنيجاتيف، يبقى اف والسي اف والسي اف دي ما لقاش اي حاجه، مش هينفذ حاجه. يعني لو الالس الاخيره دي انت ما عملتهاش، طب افرض، طب تعال نجرب كده، افرض انا عامل كومنت، عشان كومنت يعني كانه مش شايفه، اهي عملتها لك كومنت كانه مش شايفه، وبعد كده هشيل الكومنت ده، تمام، الكومنت اللي هو تو فورورد سلاش. تعال ننفذ دي سي اوت، ماشي، تعال بقى ننفذ بيلد اند ران ونحط قيمه بالنيجاتيف. هنبدا بالحاجه اللي فيها ايه، حاجه غريبه شويه. اهو بص كده، ثانية واحدة، في حاجة ايرور، في سيمي كولوم نسيناه، نحطها في سيمي كولوم تانية في السي اوت، مفيش مشكلة. اهو اعمل بيلد اند ران تاني، اهو دخلت قيمة بالنيجاتيف، نيجاتيف 5. بص كده ما طلعتليش أي رسالة، بريس اني كي تو كونتينيو، ده بيقول لي بس إن الاكسكيوشن تايم قد إيه وريتيرن تو زيرو، يعني ما ادانيش رسالة. طب تعالى نرجع كده، لما الإيلس بقى الأخيرة دي لو أنا شلت الكومنت، كومنت ما بيتنفذش، شلت الكومنت اللي انا حاطه بس كده، تعالى بيلت اند ران ودخل بالنيجاتيف، المفروض يطلع لك رساله الايرور دي، تمام، دخل بقى نيجاتيف 5 طلع لك ايرور. شفنا بقى، يبقى ال سي دي فايدتها انفاليديشنز لو في حاجه انفاليد. طب تعالى بقى معايا ندخل بقى قيم كويسه بقى اقل من 10,000، نجرب كده بيلت اند ران، هدخل مثلا سي كام، ندخل 8,000، 8,000 يبقى المفروض هيعمل لي خصم 10%، يعني يطلع نتيجة 7,200. اهو يور بيمنت از 7,200 فعلا، تمام، لان هو داخل الكونديشنز الاولاني بتاع الايه، بوينت 9 في السيلز. طيب تعال نجرب مثلا ما بين ال 10 وال 15، ال 10 وال 15 اللي هي ال 12 ايه، 12,000 مثلا، هدخل 12,000، اهو 12,000، ال 15% هي ال 10% 120، ال 15 180، اهو خصم 180، 10,200 فعلا. طيب تعال ندخل اكبر من 15,000 اللي هو هيعمل لي خصم 20%، تعالى كده دخلت مثلا 18,000، يعني المفروض يعمل لي خصم 360 جنيه مش كده؟ 360 جنيه فعلا، اللي هي 14,400. بيمنت انت هتدفع 14,400 باعمال الخصم الايه؟ المطلوب زي ما احنا شايفين. يبقى البرنامج ده ايه؟ بيشوف الكونديشن اللي ترو ينفذ، بس خلي بالك من حاجه، لما كانوا تو ستيتمنت عملت ايه؟
قوس بداية وقوس نهاية، اوعى تنسى دي، لان في حاجتين تبع، لو الاف ترو ينفذ حاجتين، لو فولس الحاجتين ده ما يتنفذوش فلازم نحط القوس بتاع البداية والنهاية. والس الاخرانية لو كل الكونديشن دي مش موجودة، زي ان انا فانا حددتها، لان في ناس مثلا افرض، هديك مثال، افرض ما كتبتش سيلز اكبر من الزيرو اند سيلز اقل من او 10000، افرض اهي انا هوريها لك. تعالى نعمل بيلد اند ران. اهو هكتب سالب 5، بص كده عمل لي الخصم. طب ليه؟ لان انت قايل، بص بقى ارجع للبرنامج، عمل ليه؟ انت قايل له السيلز اقل من 10000، طب ما سالب 5 اقل، فعشان كده رحت ايه كتبت ان الايه السيلز اعلى من ايه، من الزيرو، السيلز بتاعتي اعلى من الزيرو. اند طبعا اهي رجعتها تاني بقى صلحت. تعالى بقى نعمل بيلد اند ران، لو عملت سالب 5 يديني ايرور مظبوط، فخلي بالك من الحته دي. ماشي، دخل بقى سالب 5 انتر، اداني الايرور كده مظبوط. تمام يا جماعه، يبقى كده عملنا اكزامبل على اف ايلس زي ما شفناه. تمام، تعالى بقى نستكمل اللوجيكال اوبريتورز. طبعا احنا قلناها اللي هي الاند، وان انت بتستخدم عمليه الاند او تستخدم عمليه الاور، تشيكينج نمبر رينج ويز لوجيكال اوبريتور، زي ما شفناها لسه كنا عاملينها في البرنامج. لو عملناها مثلا اف جريد اكبر من او يساوي زيرو، اند الجريد اقل من او يساوي 100، فاليد جريد. اف الجريد اقل من او يساوي زيرو، اور الجريد اكبر من او يساوي 100، يبقى ينفع تعمل اور، تعمل اند. خلي بالك الفيرجنز، في فيرجنز كتيره ما بتنفعش تعمل معاها ان جريد اخر سطر ده اكبر من او يساوي زيرو، اقل من او يساوي 100، ساعات ما بينفعش فيرجن وساعات بينفع. فالحل الفيرجن اللي ما بينفعش بعمل الاند دي، بتبقى اضمن حاجه. المينيو احنا مش مشكله، المينيو دلوقتي هندي الفاليديتنج يوزر انبوت. خلي بالك ان انا الانبوت بتاعي ده فاليد ولا مش فاليد، يعني مثلا ساعات ان في يوزر بيدخل كذا انبوت، بس بيكون ساعات يبقى فاليد ساعات ما يبقاش فاليد، واخد بالك؟ فيعني فانا عايز اقول له ان ده نوت فاليد. احنا عملنا الاكزامبل بتاعنا او استخدمناه ساعه لما عملنا ايه الاكزامبل اللي فات، لما طلع لي ايرور ان الانبوت اللي داخل دوت كان ايه انفاليد. تمام كده، فده بيعتبر ايه، بيستخدم عندي الفاليديشن انبوت في استخدام الايف بتاعتي. فالفاليديتنج يوزر انبوت بتعمل انبوت، بيقول لك هنا الانبوت فاليديشن بي انسبكتنج انبوت داتا تو ديترماين ويزر ات از اكسبتابل، هل هي مقبوله ولا لا. طبعا باد اوتبوت ويل بي بروديوز فروم باد انبوت، يعني انبوت مش مظبوط. تمام، بنقدر نعمل اختبارات مختلفه في الرينج بتاعنا، في الديفايد باي زيرو اللي احنا عملناها قبل كده، كل الحاجات دي احنا خدنا اكزامبلز عليها او شفناها. تمام، طبعا هو بيديك ايه، بيوضح لك الانفاليديت، وهي اتوضحت في الجزئيه اللي انا عملتها لما جاء إيه عمل ايرور، إلس الاخيره عمل ايرور ان دوت مش ايه، مش انفاليد انبوت انت مدخله. طيب في بقى حاجه مهمه اسمها كومبيرنج كاركترز اند سترينجز، بس هنتكلم عنها بعد الفاصل، خليكم معانا. بنستكمل المحاضرة بتاعتنا، وكنا توقفنا عند العنوان اللي بيقول comparing characters and strings. فطبعا العنوان ده ممكن يخلي ناس كتير قوي مستغربة، انا بقدر اقارن ارقام ببعضها ماشي، لكن ينفع ان انا اقارن حروف واقارن جمل؟ ينفع. تعالوا نشوف هذا الكلام. الكاركترز، بص comparing characters، الكاركترز are compared using their ASCII values. خلي بالك في حاجه اسمها الاسكي كود، ممكن تكتب على جوجل اسكي كود تلاقيه مطلع لك كل حاجه موجوده عندك على الكيبورد ليها رقم معين، مفسرها لك برقم، هو ده المقصود بيه الاسكي فاليوز. تمام، فهتلاقي مثلا الاي والبي، مثلا الاي ده ككاركتر والبي طبعا حطه ما بين سنجل كوتيشن، احنا زي ما عارفين ان الكاركتر بيتحط ما بين سنجل كوتيشن في السي بلس بلس، فانا ببينها لك بالمظبوط يعني ان ايه عشان ما يبقاش فيه لخبطه. فبتلاقي ان الفاليو بتاعت الاي 65، ادخل كده على جوجل واكتب اسكي كود، هتلاقي مديلك جدول من ضمنهم الاي هتلاقي واخد رقم 65، والبي واخده رقم 66، خلي بالك ده الاي كابيتال، الاي سمول غيرها. ف 65 اقل من 66 زي ما هو كاتب لك.
طب وحتى الارقام يا جماعه ممكن تحط الرقم كانه كاركتر، يعني زي ما انت حاطط واحد ما بين تو كوتيشن رغم انه رقم، بس مفهوم لدى الايه؟ مفهوم انه كاركتر بالنسبه للاسكي ايه؟ كود. فالاسكي فاليو بتاعت الواحد هتلاقيها 49. خلي بالك دي عشان انت الكيبورد عندها ليها ارقام، الواحد اللي على الكيبورد هو فاهمه ان 49، الاثنين فاهمه انها 50، فاهمه انها كاركتر ب50، فطبعا الواحد اقل من الاثنين. خلي بالك ان اللور كيس كاركتر ليترز اللي هو الحروف الصغيره ليها هاير اسكي كود عن الكبيره. خلي بالك يعني حاطط لك الكاركتر اللي اسمه ايه؟ سمول، اكبر من الزد اللي هو كابيتال. خدت بالك؟ فطبعا واحد ايه مش معقوله بنحفظ الاسكي كود عشان نعرف المقارنه، لا دي للمعلومه بتاعتك عشان لما يجي واحد يقول لك انت ما بتيجي تعمل عمليه المقارنه بتعملها ارقام على الارقام فانت تستغرب تقول له ما هي لازم تبقى ارقام، لا في حروف وفي جمل ايضا ينفع انك تقارن بين جمله وجمله. فهو هنا مثلا بيقول لك دخل كاركتر معين، خلي بالك سي ان دوت جيت اللي هي انتر اديجيت اور اليتر، الكاركتر بيساوي سي ان دوت جيت. سي ان دي بتتيح لي الفرصه ان السبيس لما انت بتدخل سبيس بيفهم انها كاركتر، السي ان السبيس بيفهم انه انتربت، ده الفارق اللي بينهم. يعني سي ان دوت جيت، ويمكن ادي محاضره كامله على السي ان دوت جيت ما بين البيلت ان فانكشن اللي اسمها سي ان دوت جيت دي، ممكن نبقى ندي عليها محاضره. بس فهمها دلوقتي ان انا كاني بسي ان كاركتر، الكاركتر ده ممكن يبقى فيه ايه، او بتسي ان مثلا جمله، بس ممكن الجمله دي يبقى فيها ايه، يبقى فيها سبيس لحد ما يجي ايه وقتها، اعتبرها سي ان. الكاركتر ده اللي متخزن فيه لو كان اكبر من الزيرو والكاركتر اقل من التسعه فبيقول لك سي اوت يو انتر ذا اديجيت، انك مدخل رقم. لو الكاركتر اللي انت مدخله ده اكبر من الزيرو، لان من زيرو لتسعه دي رينج معين موجود، فسي اوت يو انتر ذا اديجيت. ال سي اف لو الكاركتر اكبر من الاي كابيتال واقل من الزد كابيتال زي ما هو كاتب يو انتر ان ابر كيس ليتر. خلي بالك هم ايه؟ الاي والبي والسي والدي كابيتال موجودين ورا بعض، يعني ليهم رينج من كذا لكذا. بردك اللور كيس ليها ايه؟ ليها رينج. لذلك هو بيقول لك ال سي في الكاركتر اكبر من الاي سمول والكاركتر اقل من الزد سمول يو انتر اللور كيس. else there is بيقول لك سي اوت ذات از نوت ا ديجيت اور ا ليتر، ممكن تبقى بقى حرف غريب زي الهاش او الدولار ساين او حاجه زي كده. برضه لايك ا كاركتر بالنسبه بقى للسترينج، السترينج كومبيرد يوزنج اسكي فاليو اللي هي اول حاجه مثلا بتدخل السترينج نيم مثلا ماري ومارك، بيقارن كل حرف بالتاني، يعني الام مع الام والاي مع الاي والار مع الار، بعد كده الواي مع الكي، الواي اكبر يبقى الواي اكبر من الكي. اول ما يلاقي حرف اكبر من التاني يبقى ده اكبر من ده، يبقى الكاركترز ان ايتش سترينج ماست ماتش بيفور ذي ار ايكوال، لو كلهم قد بعض يبقى ايكوال. خدت بالك؟ لو قارن اول واحد مع اول واحد على الشمال كان اكبر يبقى ده اكبر من ده، زي ما بتقارن الارقام مش الرقم، لو انت قارنت رقمين الرقم اللي على الشمال اكبر من الرقم اللي على الشمال يبقى الرقم ده اكبر، يعني عندي رقم اسمه ايه ورقم اسمه بي، الرقم اللي اسمه ايه الرقم اللي على الشمال بتاعه اكبر من الرقم اللي على الشمال بتاع البي يبقى ايه اكبر من البي. نفس الحكايه هنا بقارن من الشمال لليمين، اول ما الاقيهم لو بلاقيهم متساويين لحد ما الاقي واحد اكبر من التاني يبقى ده اكبر من ده، بمشي من ناحيه الشمال. طبعا هو مدي لك اكزامبل اهو، ايف بارت نمبر، بارت نمبر بيساوي كذا ذا برايس از كذا، ال سي اف البارت نمبر بيساوي كذا، بيقارن. يعني عشان بس تبقى فاهم ان انا ينفع اقارن سترينج او ينفع ان انا اقارن كاركتر، ما فيهاش مشكله. نيجي بقى لحاجة مهمة قوي اسمها الكونديشنال اوبريتور، فدي مهمة جدا فبرضو هنقولها بعد الفاصل فخليكم معانا. بنستكمل المحاضرة بتاعتنا وكنا اتوقفنا عند الجزئية بتاعت ذا كونديشنال اوبريتور. تعالوا نعرف ايه هو الكونديشنال اوبريتور، في ناس كتير قوي يمكن ما تعرفش الجزء بتاع الكونديشنال اوبريتور. تعال نشوفه. الكونديشنال اوبريتور ده كان يوزد تو كرييت تشارت بتاع اف الس ستيتمنتس. الاف الس اللي حضرتك بتكتبها دي ممكن تشيلها وتكتبها بطريقه تانية، تمام؟ الطريقه اللي قدامي دي اللي هي اسمها الكونديشنال اوبريتور، شايفين فورمات كاتب اكسبريشن معين وبعديه علامه استفهام،
واكسبريشن المفروض تاني، وبعديه علامه بعديه نقطتين فوق بعض، وبعدين اكسبريشن، وفي الاخر سيمي كولون. يعني الفاصل ما بين كل اكسبريشن والتاني، يعني في فاصل علامه استفهام ما بين الاكسبريشن الاول والتاني، وما بين التاني والتالت في ايه اللي هو نقطتين فوق بعض، وفي الاخر الاستيتمنت دي كلها على بعضها بتنهيها بسيمي كولون. يعني هي كلها على بعضها ستيتمنت واحد. تعال بص الاكزامبل اللي مكتوب تحتها ده، بيقول لك اكس اقل من الزيرو، ده الاكسبريشن الاولاني. الاكسبريشن الثاني واي بتساوي 10، الاكسبريشن الثالث زد بتساوي 20. تعال نشوف كده ازاي دي بتكافئ اف الس. الاولاني بالنسبه لي هو الفيرست اكسبريشن تو بي تيستد، يعني ده الاكسبريشن اللي هو انا بعمل له عمليه الاختبار، بقول اف الاكس اقل من الزيرو. لو ترو هنفذ الاستيتمنت الثاني اللي هو الاكسبريشن الثاني اللي هي واي بتساوي 10. لو فولس هنفذ الاكسبريشن الثالث اللي هو زد بتساوي ايه 20. يبقى دي كانها مكتوبه ازاي؟ اي في الاكس اقل من الزيرو، واي بتساوي 10، الس زد بتساوي 20. هي بالظبط اتكتبت في هذا السطر. وفي ناس كتير قوي بتحب تكتب بالكونديشنال اوبريتور بدل ما تكتب اي في الس. ثاني، اول اكسبريشن عندي هو ده الاختبار، تاني واحد عندي اللي هو ان انا بدي لو ترو، لو الاكسبريشن الاولاني ده ترو يبقى هنفذ الستيتمنت اللي هي او الاكسبريشن التاني اللي هو واي بتساوي 10، لو الفيرست اكسبريشن ده فولس هنفذ الاكسبريشن التالت اللي هو زد بتساوي 20. تمام، وبيكتب بهذه الفورمات. تمام، هو بيأكد لك الفاليو اوف كونديشنال اكسبريشن، الفاليو بتاع السكند اكسبريشن هو اللي بيتنفذ لو الفيرست اكسبريشن ترو، الفاليو بتاع الثيرد اكسبريشن هو اللي بيتنفذ لو الفيرست اكسبريشن از فولس. وممكن احتاج للاقواس مثلا عشان ادي اولويات في الكونديشنال اوبريتور. تعال نشوف ايه برنامج، وهنعمل هذا البرنامج مع بعض باستخدام الكود بلوك. هذا البرنامج بيحسب مثلا الكونسلتنت تشارجز، عندك زي مستشار كده بياخد مبلغ معين، هو بيحسب لك هو بياخد هذا المبلغ بناء عليه. فبيقول لك هو بياخد $50 في الساعه، بس لا على الاقل 5 ساعات، كانه شغال 5 ساعات. يعني لو جه الكونسلتنت ده الاستشاري زي ما انتوا عارفين، جه اشتغل ساعتين لا حاسبني على 5، جه اشتغل 3 ساعات حاسبني على 5، يعني اضرب 5 في 50، جه اشتغل الخمسة خلاص هو اتحاسب على 5. بعد كده لو اشتغل 6 هيتحاسب 6 في 50 عادي، 7 يبقى 7 في 50. لكن لو كان شغال اقل من 5 ساعات يتحسبوا 5 ساعات. هي دي، انا عايز اعمل برنامج بيعمل كده، يعمل لي اجره بقى في الاخر. تمام، فانا هعرف هنا زي ما انتم شايفين هاش انكلود اي او ستريم، واعمل اي او مانيبيليشنز عشان هيستخدم سيت بريسيشن اللي هي فاكرين الدقه اللي هي مثلا علامتين عشريتين زي ما انتوا ايه كنا قلناها قبل كده. ويوزنج نيم سبيس اس دي دي وانت مين، افتح القوس عرف كونست عشان غير قابل للتغيير، وقلنا الكونست ده قبل كده. دبل يبقى نوعه دبل، بي ريت يبقى عرف بي ريت اللي هو 50، ال 50 اللي هو $50 يعني. وبعدين بعد كده عمل ايه؟ بعد كده قال كونست انت مينيمم اورز بيساوي 5، يبقى الخمسه دي اتخزنت في مين؟ في المينيمم اورز. وعرف حاجه اسمها الاورز والتشارجز. فبيجي اول حاجه بيطلع رساله هاو ماني اورز وير وركد، فبيقرا الاورز. بص بقى دي كاتب ايه؟ اورز بتساوي اهي الاكسبريشن بتاع الكونديشنال اكسبريشن عشان تتخزن في مخزن، النتيجه تتخزن في مخزن معين، ينفع ان انا اعملها بالطريقه دي، ينفع ان انا اكتب الكونديشنال اوبريتور كده. بيسال بقى لو الاورز اقل من المينيمم اورز اللي هي كام؟ اللي هي 5، انا مخزن فيها 5، المين اورز مخزن فيها 5. لو عدد الساعات اللي قريتها اقل من 5 هينفذ ايه؟ اللي بعد علامه الاستفهام على طول، لو دي ترو يبقى حط لي اورز بيساوي مينيمم اورز، يبقى المينيمم اورز هتتحط في الاورز، هيحط 5 في الاورز. طب لو غير كده حط لي قيمه الاورز في الاورز. يعني لو اشتغل اكتر من 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، حط لي الثمان ساعات دي. وبعديها يقول له تشارجز بيساوي البي ريت في الاورز، هيضرب الاورز في البي ريت. يبقى كده حقق اللي احنا قلناه، لو اقل من 5 ساعات هيضرب 50 في 5. هيديله $250 يعني. لو اكتر 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات هيضربها في ال 50، يبقى ياخد يعني لو اشتغل 8 ساعات هياخد $400. تعالى طب نشوفه
الاكزامبل ده ننفذه و برضه نتناقش فيه تاني، مفيش مشكلة. ادي هاي الكود بلوك. طبعا انا هنا هعرف اشيل يعني اشيل كل اللي مكتوب عندي ده، ادلته مفيش مشكلة، وابدأ اكتب. اعرف دبل، نقول بي ريت مثلا زي ما كان برضو قالك، عايز تخليها بي اندرسكور ريت. نساويها بكام يا جماعة؟ نساوي البي اندرسكور ريت احنا كنا قايلين انها ب50، ودبل الاورز بيساوي 5 اللي هي او المينيمم اورز، انا اسف مش لازم اخليها كونست زي ما كانت عندي، يعني مينيمم اورز بتساوي 5. وبعد كده هنعرف بقى حاجتين اللي هو دبل مثلا اللي مثلا احنا عايزين اورز، ومثلا نقول البيمنت الاجر اللي هياخده مثلا كذا. تعال نقول سي اوت، نطلع الرساله بتاعتنا اهي مثلا انتر ذا نمبر اوف اورز، ذا نمبر اوف اورز يو وركد، كانه هو انت بتطلب منه يكتب لك هو اشتغل قد ايه. ممكن نعمل باك سلاش ان سيمي كولوم سي ان، هو بقى هيدخل العدد دوت الاورز، بعدين بقى اكتب له بقى اورز اللي هي سي ان الاورز بتاعته، او سوري سي ان ايه، لا انا اسف، هو هيدخل مين؟ عدد الساعات دي واحده، هو كان هنا في البرنامج بتاعنا اهو، هو زي ما انت شايف هو سماها تشارجز، بيقرا الاورز بتاعته، فبيجي مثلا هيخزن بقى في الاورز ايه الناتج اللي هو عايزه. تعال نشوف كده سي ان الاورز اللي هو بيقرا الاورز بتاعته. تعال بنقول اورز بتساوي هنا عايزين نكتب الايه الكونديشن، ها بنكتب بقى لو الكونديشنز بتاعنا، يعني في كونديشن عندنا اللي هنكتبه في الاستيتمنت الاولانيه، وبعدين علامه استفهام، وفي نقطتين في هنا. الاول واحده ده اللي هي الايه الاكسبريشنز بتاعي، الاكسبريشنز بتاعي بيبقى ايه عباره عن ايه الكونديشنز اللي عندي. انا بشوف الاورز اقل من المينيمم اورز، الاورز اقل من او يساوي المينيمم اورز، هيخزن ايه في الاورز عندي؟ لو كانت ترو هيخزن في الاور المينيمم اورز، طب لو كانت فولس هيخزن الاورز از ات از اللي انت قريتها، تمام سيمي كول. تعالى بس نفسر الحته دي، هو هنا بيقول لك الاورز اقل من المينيمم اورز، المينيمم اورز دي بكام؟ ب5. فلو الاورز دي داخله 3 هيخزن الثلاثه في الاورز، ماشي؟ فلما يجي بقى ينفذ الاستيتمنت بتاعته بتاع البيمنت، البيمنت انا اسف البيمنت مش مكتوبه صح، بيمنت بيساوي اللي هي البي ريت في الايه في المينيمم البي ريتس في الايه في الاورز، البي ريت بي انا مسميها اندر سكور ريت، اسميها بنفس المسمى البي انا اسف في واي هنا ناقصه. بعد كده في، على فكره عشان ما تتلخبطش في الكتابه، يعني انت اول ما ادي اورز انت بتكتبها بتلاقي بيظهر لك هذا الفاريبل، طالما انت كتبته قبل كده بيظهر لك، فيستحسن انك انت تتاكد انه ظهر عشان ايه ما تكتبوش غلط، يعني برضو دي طريقه كويسه. وبعد كده ندي له رساله كده تخزن فيه البيمنت، تعالى ندي له رساله سي اوت، يبقى سي اوت ايه؟ يبقى سي اوت طبعا بنكتب هنا ما نقول له مثلا يور بيمنت، يور بيمنت مثلا
is خلاص ونروح كاتبين payment. وتعالوا بقى نجرب البرنامج برضو ونأكد على المعلومات بتاعتنا. تمام، طيب توكلنا على الله. ادي هنعمل build and run. في حاجة في ايرور، ثانية واحدة. دي واحدة هقول لك. كان في غلطة هنا، دبل كوتيشن، مش كانت سنجل كوتيشن. طبعا اي ايرور بيعمل مشكلة. بيلد اند ران اهو، اهو انتر ذا نمبر اوف اور يو وركد. فانت بتدخل، دخل 3 ساعات، المفروض 3 ساعات يروح حاسب له انهم 5 فيطلع له 250 دولار. تعال نشوف كده. يور بيمنت از 250 فعلا. طب تعال ندخل بقى، لو 6 ساعات هيحاسبوا على الستة زي ما هم. تعال نشوف كده، دخل 6 ساعات اهو، اداله يور بيمنت از 300 ايه 300 دولار. ده بناء على السطر مين اللي هو الاورز بيساوي. لو الاورز اقل من المينيمم اورز، اقل من 5 ساعات هحاسبك على 5 ساعات، اكتر من 5 ساعات هحاسبك الساعه بساعتها. تمام كده. طيب تعالوا نشوف كده، نستكمل مع بعض المحاضره بتاعتنا. ماشي، طبعا هي المحاضره بتبقى طويله شويه. هو فاضل بقى عندنا مين؟ الجزئيه بتاعه اللي ايه، السويتش ستيتمنت. ممكن نخلي بقى السويتش ستيتمنت ان شاء الله في ايه، في المحاضره الجايه. واشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.